الهدف من المثال ده ايه؟ ان احنا عندنا مجموعة من التركيزات زي ما احنا شايفين كده، هو 10 بي بي ام، 15 بي بي ام، 20 بي بي ام، 50 بي بي ام، كلهم لنفس المادة. هنا هنلاقي التركيز الاولاني 10 بي بي ام من ال H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين اللي هو الهيدروجين سلفايد، تخيل موجود في بيئة العمل حواليك وحضرتك بتستنشق الهواء اللي فيه الهيدروجين سلفايد بتركيز 10 بي بي ام، وحضرتك لمدة 8 ساعات، لمدة أسبوع، لمدة 6 شهور، لمدة سنة في نفس بيئة العمل، وهتلاقي الدنيا لطيفة ما عندكش أي مشكلة. طب البارامتر ده هسميه إيه؟ الكونسنتريشن، هسميها ريفرنس كونسنتريشن. ليه؟ عشان احنا خدنا التعريف بتاعها اللي هو عبارة عن التركيز اللي انا بتعرض له لأي فترة زمنية على مدار اللايف تايم، وما بيحصلش اي مشاكل لا مشاكل بيئية ولا مشاكل صحية. احيانا بنستخدم له المصطلح الجميل الجديد دوت اللي احنا كنا هناخده النهاردة، حاجة اسمها الـ ADI اللي هو اسمه ايه؟ Allowable daily intake، او احيانا بيسموه permissible daily intake او acceptable daily intake. التلاتة نفس المعنى، ان يبقى عندي daily intake كل يوم باخد جرعة، allowable، acceptable، permissible، كلها مريحة حتى في الكلام ان هي ما فيهاش اي مشكلة. يبقى هل حد كان يتوقع ان هو يستنشق هواء في H2S؟ طبعا كلنا هنستغرب ونتخض، لكن لما بيكون within the limit يبقى تمام التمام، مفيش مشاكل منه على طول. راح جاي قال لك ايه؟ طب لو التركيز او التسريب بتاع ال H2S في موقع العمل ده زاد 5 كمان، بقى 15، هل ينفع اقعد فيه 8 ساعات؟ هل ينفع اقعد فيه الثمان ساعات بتوع العمل في اليوم؟ قال لك لا، ده شورت تيرم اكسبوجر ليميت. شورت تيرم يعني انا لازم اقلل الثمان ساعات دول بقوا 6 أو 4 نتيجه الاكسبيرمنت. يقول لي ايه؟ ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه بالتنسيق مع ال ILO اللي هو الليبر الانترناشونال ليبر اورجانيزيشن اللي هي منظمة العمل الدولية، الاتنين مع بعض وعاملين بروتوكول وعاملين إصدار للمواد الكيميائية وتأثيرها على في بيئة العمل، وبيحسبوا الديوريشن قد إيه؟ 4 ساعات، 6 ساعات، 8 ساعات، بتعتمد على درجة خطورة المادة دي في بيئة العمل. فراحهم عاملين إيه؟ قال لك بص، لو التركيز ده زاد يبقى انا لازم اقلل فتره العمل واستخدم احد الايه البارامترز اللي هو الايه الشورت تيرم اكسبوجر ليميت، وده 15. يبقى بدل ما بشتغل 8 ساعات في بيئه فيها 10 بي بي ام، لا، لو زادت بقت 15 هنقللهم 6 ساعات بس. راح جاء قال لك ايه؟ طب في احتمال كمان التركيز بتاعت ال H2S ده في بيئه العمل هتزيد بقت 20 بي بي ام. قال لك لا، ده خلي بالك، ده السيلينج بقى بتاعك، ده السقف بتاعك، ده اعلى تركيز يشتغلوا فيه بس لمدة 4 ساعات مثلا، لان لو زادت 4 ساعات ودقيقة الناس دي هيجي لها غثيان مثلا، الناس دي جاية هيجي لها حساسية، هيبدأ تظهر عليه اعراض مضاعفة شوية. نفس المادة فبنقلل الديوريشن. طب لو زاد بقى التركيز ده أثناء العمل لخمسين، لا، عندك حل من الاتنين، يتسرح الناس وما ينفعش شغل في المكان ده وتعالج المشكلة، يا إما لو أنت لازم في عمال يدخلوا عشان يصلحوا ويعملوا لحامات أو تنظيف أو في التركيز ده، واجب إن هم يكونوا متأمنين وسلامتهم متأمنة، ولازم يكونوا لابسين ملابس السلامة والواقية اللي هي البروتكتيف بيرسونال أو بيرسونال بروتكتيف إيكويبمنت اللي هي ملابس السلامة والواقية. أعتقد المثال ده كده برضو لم الدنيا أو لم المفاهيم
اللي هو الكيرف، اللي هو الدوز ريسبونس كيرف، اللي هو زيادة الجرعة أو زيادة التركيزات، ها، حتى مع ثبات الزمن. يعني كل دولت، ها، لو أنا ثبت الزمن 8 ساعات هنا مش هيجرى أي تأثير، هنا هلاقي مثلا 2 بيسقطوا مني، هنا لو سبت نفس الديوريشن 8 هلاقي نصهم مثلا بيسقطوا مني. ال50 ده كل الناس اللي موجودين في المكان هتلاقيهم ايه، سقطوا مني. ده لو ايه، لو ثبت الزمن. يبقى انا هنا لو انا ثبت في التجربه الزمن بتاعي وبدرس بقى التركيز هنا اهوت، هلاقي بقى الايه الريسبونسز المختلفه زي ما احنا اتفقنا هنا. تمام، اتمنى ان تكون كده النقطه دي اتغطت وكلنا هضمناها وكلنا فهمناها بالامثله المختلفه لغايه اخر مثال اللي هو قال لنا عليه اخونا الباشمهندس احمد. في حد عنده اي سؤال او استفسار تاني؟ طيب احنا المفروض يعني نكون بنشطب دلوقتي، بس قبل ما نشطب حتى على الاقل نكون بنخلص النقطه المهمه اللي هي اللي احنا فتحناها اللي هو الدوز ريسبونس كيرف، والمفروض كنا نخلص لغايه نهايه المحاضره، بس طبعا ما فيش اي مشكله، المهم نكون كلنا اتناقشنا وفهمنا. طبعا الكيرف اللي هو على الشمال ده اللي هو الشكل المعتاد عليه اللي احنا شفناه اللي هو الدوز ريسبونس كيرف، وهنعرفه على انه نون لينير سيجمويد شيب. طب ده يخص المواد مين؟ المواد اللي هي النون كارسينوجينز، المواد اللي هي الغير مسرطنه. كل المواد ليها تأثيرات، ممكن يكون ليها تأثيرات سلبية، ولكن من تصنيفها ان هي غير مسرطنة، ما بتعملش اي تأثيرات او اي خلايا سرطانية. طيب كل المواد ديت بيكون شكل الكيرف بتاعها سيجمويد ونون لينير زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتظهر عليه بعض البارامترز زي مين؟ نو اوبزيرفد ادفيرس افكت ليفل، لوست اوبزيرفد ادفيرس افكت ليفل، الليثال دوز، تمام؟ كل دي بتظهر عليها. تمام؟ طيب المواد بقى اللي هي ممكن تسبب آثار سلبية وتبقى كارسينوجينيك وليها تأثير سلبي، شكلها مختلف. المواد الكارسينوجينز سلوكها مختلف. بتبقى سلوكها لينير ريسبونس، زي ما حضرتك شايف كده خط مستقيم. طيب ما بتهزرش. ده حتى هنا بص التركيزات بقى ايه، بي بي تي بارت بير تريليون، بارت بير بليون، بارت بير مليون، بعد كده البرسنتج بص بتزيد كده، التركيز بيزيد او الدوز بتزيد. يبقى حتى في التركيزات الضعيفه جدا ليها تاثير، زي ما حضرتك شايف كده ليها تاثير. اقل تركيز ليه تاثير، اقل تركيز ليه تاثير، وهكذا. لذلك بص كده حضرتك نو ثريشولد ليفل، ملهاش حدود امان، ملهاش اي حدود امان، كل تاثيرها للاسف سلبي وليها تاثير. يبقى اني كونسنتريشن از اسيومد تو انكريز الريسك، ما بتهزرش. للاسف هو ده الايه التاثير بتاع الكانسر ريسك ايه دوز ريسبونس، هو ده بيبقى تأثيره زي ما اتفقنا لينير، وأي تركيز بيكون ماله، ها؟ أنا عايز حضرتك بس تاخد بالك من الجملة ديت اللي هو ده عبارة عن extrapolation from animal studies. ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إيه حضرتك النقطة ديت؟ يعني تمت الدراسات بس على الأنيمالز مش على البني آدمين لغاية النقطة دي. يعني لغايه بص الحد ده كده، لغايه كده، لغايه النقطه دي مثلا كده، الجزء اللي فات ده كده، كل ده كان على مين؟ على الانيمالز. طب والاكستربوليشن ده بقى هل ينفع ننفذه على الهيومنز؟ لا. هنا بيجي بقى دور الماثيماتيكال مودلز، الماثيماتيكال او البريدكتيف ماثيماتيكال مودلز هنا اهوت. فبنعمل ايه بقى؟ العلماء او الباحثين بياخدوا ايه؟ اعلى تركيز وصلوا في الانيمالز
وبعدين بيدخلوه في المودلز وبيشوفوا التركيز، لو زودنا شوية لو زودنا شوية بيبدأ يحصل إيه، ها، وبيبدأ ندرس تأثير المادة دي على الهيومنز، عشان ما ينفعش نعمل التجارب دي على الهيومنز ويبقى أنا عشان أنجح التجربة أضيع وأمرض ناس كتيرة. فبالتبعية بستخدم بقى ساعتها مين؟ الماثيماتيكال مودلز، وهنيجي ننوه عنها برضو تاني إن شاء الله. يعني قبل التركيز ده بيبقى على البني آدمين، ممكن بنختبره على البني آدمين برضه؟ قبل التركيز ده اه انا مش محتاج اعمله على البني ادمين، عشان ما احنا اتفقنا هنا، اقرا الجمله دي حضرتك تاني: any concentration assumed to increase the risk، حتى لو المينيموم هنا. يبقى انا عارف ان الماده دي كارسينوجينيك، ازاي احقن بيها ناس او هيومنز عشان اعمل تجربه؟ ما اقدرش، فانا بضطر اعملها على الحيوانات، واعلى تركيز زي مثلا التركيز اللي فات ده، اعلى تركيز ده اللي هو ال 30 ده بيموت كل الكائنات، او بيسبب ان كل ال بكل كل الكائنات ديت بيبقى عندها بتنفق، او كلها بتتحول الى بتتحول خلايا سرطانية. طب انا اعمل ايه؟ يبقى انا هاخد اعلى تركيز ده اللي هو ده، وببدأ اشتغل بعد كده على الايه، على اسمه ده، على المودلز. يبقى انا حتى التركيزات القليلة من المادة ديت هعمل فيها ايه؟ اشتغل على الكائنات الحية، على الفئران، على الارانب، كل الانيمال بقى، ايه الانيمالز اللي هي الاكسبيرمنتال انيمالز، تمام كده. طيب ده ملخص تاني لل الدوز ريسبونس كيرف بتاعنا. ان هو لو تلاحظ الكيرف دوت جمع بين الاثنين، لو تلاحظ انا هتكلم على الخط المستقيم ده اللي هو اللينير، اللي هو بي هاز نو ثريشولد هنا، تمام. وده كان يخص المواد اللي هي مين؟ الكارسينوجينز، اللي احنا اتفقنا ان هو نو ثريشولد، وهنا ار اسيومد الكارسينوجينز ديت ان هي تو بوز الهيلث ريسك ات اني ليفل، ودي خلاص معروفه. بالنسبه للمواد النون كارسينوجين اتفقنا ان الكيرف بتاعنا بيكون عنده ثريشولد، فتره سماحيه، بنقدر نشوف على الكيرف ده نو اوبزيرفد ادفيرس افكت ليفل اللوست، وكمان لو انا عندي هنا ال 50% اقدر اتعرف كمان على ال دي 50. كل ديت اللي هي بنعبر عن مين؟ المواد الكارسينوجينز، وبيكون ليها الايه، ما يميزها الايه، الحدود السماحيه، والكيرف اللي هو اللي بنقدر نطلع منه البارامترز، طالما ما بيأثرش سلبي ونان كارسينوجينز، وبتبقى ديت المواد اللي احنا نقدر نتعامل معاها. مواد خطر لكن ما هياش مصنفه كارسينوجينيك. البارامتر ده لسه كنا احنا جايبين سعر. معلش معلش يا دكتور، انا اسف، ممكن بس نرجع نص دقيقه. انا ليه ظهر عندي تاني ثري شورد في اخر الكيرف بتاع النان كارسينوجينيك؟ ليه يا فندم؟ ظهر عندي 3 شورد تاني في اخر الكيرف بتاع النون كارسينوجينيك، ده اللي هو ان لما ده وصلت ال 100% خلاص بقى اي زياده في الجرعه بقى يعني. يا فندم، ده حضرتك اللي بتقول عليه ده؟ ايوه بالظبط. بص هنا، خلينا ناخدوا بالنا، دول كيرفين لازقين في بعض، ده منهم واحد، ده بتاع الكارسين النون كارسينوجينز اهو، ده كده اللي انا ماشي عليه، هو ده بتاع النون كارسينوجينز. فانا كاتب هنا ان هو ما يميز الكيرف ده ان هو عنده ثري شولد اللي هو اللي تحت ده، تمام. الخط تمام. كاننا انا لو فصلت الاثنين دول عن بعض كانهم كيرفين. ايوه تمام، خلاص وصلت يا دكتور، معلش. طب شايف الكيرفين دول، انا لو دمجتهم مع بعض، يعني انا لو خدت الخط، هيديني الشكل اللي هناك. نعم، الو، هيديني الشكل اللي هناك، تمام مظبوط. ايوه بالظبط كده، كاني بص عملت خط مستقيم كده اهو، تمام، بتاع الكارسينوجينز وده بتاع النون كارسينوجينز اهو، ده كده، ده هنا نو ثري شولد، هنا ده ليه ثري شولد، خدت بال حضرتك؟ بس هي الفكره لزقناهم في بعض، تمام، خدت بال حضرتك؟ في كيرف واحد. امسح لك كده عشان يظهر لك حضرتك. لا تمام، واضح يا دكتور، تمام، واضح كده؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام زي الفل. طيب هنرجع لدي تاني، لسه جايبين سيره احنا الايه؟ الالاوابل والاكسبتابل البيرميسابل ديلي انتيك.
طبعا المنظمة البحرية الدولية، واللي هي وكالة أو مؤسسة اللي هي الفود أند دراج أدمنستريشن اللي هي الأمريكية، الاتنين بيشتغلوا مع بعض واتفقوا على إن في بارامتر اسمه ADI اللي هو الألاوبل أو الأكسبتابل أو البيرميسابل ديلي انتيك، وخصوصا في مجال الأدوية. خد بالك من التعريف، جميل جدا ولطيف قوي، بيقول لك ايه اند ذا كونسيومر برودكت سيفتي كوميشن كمان اللي موجوده عندهم هناك. فكانوا بيستخدموا بقى الايه بيرميسابل كرونيك اكسبوجر ليفل. فبيقول لك ايه الاي دي اي تعريفه ايه، تعريفه واضح وجميل ومريح قوي. بيقول لك عباره عن الاماونت من الكيميكال ده ماله ان البيرسونال بيرسون كان بي اكسبوزد، وماله each day، تاني each day، كل يوم كل يوم continuity matter. يبقى انا كل يوم، كمان خد بقى عندك for a long time usually lifetime، واضح وصريح كل يوم بتعرض. زي كده تعالى نرجع للمثال تاني ده، ال H2S كل يوم هتنفس هوا في 10 بي بي ام H2S، مش هيجرى لي حاجه، مش هيجرى لي حاجه كل يوم كل يوم لمده فتره عملي في الشركه دي 30 سنه، مش هيجرى لي حاجه، مش هيجرى لي حاجه. كمل التعريف، without suffering harmful effect، بدون اي معاناه من ايه تاثيرات سلبيه. ده بيمثل يا دكتور الريفرنس كونسنتريشن يعني؟ ايوه، ده بيقابل التركيز اللي اسمه ريفرنس كونسنتريشن اهو، اللي هو ال 10 بي بي ام ده تركيز. طب ده اسميه ايه؟ ده التركيز الايه؟ الامن، اللي هو لو مع التركيز ده لما يتحول مع الوقت، اما يرتبط بالوقت هيتحول لمفهوم اسمه ايه؟ هيبقى دوز، وهتبقى اللي هو الاكسبتابل ديلي انتيك، اللوبل ديلي انتيك، بيرميسابل ديلي انتيك، تمام. والريسبونس بتاعه نو اوبزيرفد ادفيرس افكت ليفل، مفيش اي تاثير سلبي. كل دولت واخدين نفس الفكر نفس المعنى، تمام كده. طيب نفس الكلام، بص بقى التعريف الثاني بتاعه او مكمل ليه. ها بص، از ديترمايند باي ابلاينج، خد بالك من الجمله اللي جايه، ابلاينج سيفتي فاكتورز، ده معامل امان، معيار امان. يبقى لو انت اشتغلت في بيئة العمل التركيز ده مش هيجرى لك حاجة، بتشرب المية اللي فيها تركيز المادة دي، ها التركيز الآمن ده، كل يوم بتشرب 3 لتر مية مش هيجرى لك حاجة، لمدة عمرك كله في المنطقة دي بتشرب نفس نوع المية دي مش هيجرى لك حاجة، حضرتك بتاكل الاكل ده، الفراخ، السمك، الخضار، الفاكهه الملوثه المتلوثه ديت بالماده دي، بس بشرط التركيز ده مش هيجرى لك حاجه، تمام؟ تمام. اللي شبه ليه بس مختلف عنه حته صغيره، حاجه اسمها المينيمم ريسك ليفل. في فرق بقى بين كلمه اكسبتابل، اكسبتابل كلمه مريحه قوي، اللاوبل، بيرميسابل. خد بالك المينيمم بدأ مينيمم يبقى فيه ايه؟ ماكسيمم. خد بالك نقرا التعريف ونلاحظ فين الفرق. بيقول لك ايه؟ از ان استيميت اوف ديلي. طب ما هي ديلي زي دي، صح كده؟ طيب يبقى دي فيها كونتينيوتي هيومن اكسبوجر، وماله؟ تو ا هازاردس سابستنس، يعني ماده خطر واحنا عارفين، تمام. ايه كمان؟ that is likely to be without a principal risk of adverse، كمل، non cancer، جميل، كمل كمل كمل. ماله؟ over a specific duration. يعني ايه specific duration؟ فترة زمنية محددة، بعكس هنا كان قال لك ايه for a long time usually ايه lifetime، يبقى هنا مرتبط بالزمن. عشان كده في فرق بين بقى الاكسبتابل والمينيمم ريسك ليفل. هنا لما يحدد الوقت، يبقى انا زي ما نرجع كده تاني، بص بقى ده نقدر نقول عليه ايه؟
allowable permissible acceptable. لكن اول بقى ما ندخل في التركيز الاعلى يبقى انا بدات احط ايه معيار للزمن. هنا ممكن اقول ايه ده the minimum risk level. المينيمم ريسك ليفل هو ده اقل ليفل بيحصل عنده ريسك اللي هو ممكن بدايه ال 15. طب لو زاد بقى 20 لا ده الموضوع بيكبر عن كده، ما ينفعش حتى اسميه المينيموم ولا ينفع اسميه اكسبتابل، لا ده ليه مسمى تاني وهكذا. طيب يبقى كده وضحت لنا كام تعريف دول؟ دول ما يخص مين؟ النون كارسينوجينيك افكت. طب الناس بقى اللي هي المواد اللي هي الكارسينوجينيك الوضع اختلف. عايز استاذن حضراتكم بس كل واحد يقرا الجمله ديت لوحده. فهمتوا منها ايه بقى؟ ايه رايكم حضراتكم في الجمله ديت؟ ما هو ده نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده، ان احنا بنستخدم الماثيماتيكال مودلز في حاله الكارسينوجينيك افكت. بالظبط كده، هو ده اللي انا عايز اوصل له. فاكرين الكيرف بقى ده؟ اهو انا هنضف الكيرف ده وشوف بقى نفس الكلام بينطبق عليه اهو، نفس الكلام اهو، بص كده اهو اهو تمام. طب لو تلاحظ كده كاتبين ايه اكستراكوليشن فروم انيمال ستاديز، يعني لغايه النقطه دي كان كل ما سبق ده كده التركيزات دي كلها مالها كل دي تخص الايه الانيمال ستاديز طبعا. طب الانيمال ستاديز دي اعطيناها اعلى جرعه وكلها جالها كانسر، طب هديها ايه تاني بقى؟ خلاص ما خلاص انتهت، خلاص انتهت، يبقى انا هعمل ايه؟ وكده عرفت دي اخر حدودي مع الانيمالز. طب انا عايز اشوف تاثيرها على الهيومنز، يبقى انا لازم اشوف وسيله تانيه ادرس نفس التاثير ده على الهيومنز. فبنلجا لمين بقى؟ للماثيماتيكال مودلز بقى، هي تيجي اهميتها في الحته دي. فبيقول ايه؟ ان الماثيماتيكال مودلز ار يوزد ليه؟ to extrapolate from the high doses. High doses مالها؟ مين الهاي دوزز دي؟ used in animal experiments اللي انا استخدمتها في الانيمال اكسبيرمنتس، وبعدين باخدها to the low doses to which humans are normally exposed in the chronic settings. يبقى بعتبرها هي دي المينيمم او النورمال اكسبوجر لمين؟ للهيومنز في حالات الايه الكرونيك سيتنجز. وضحت كده؟ فعشان كده الايه التعريف بتاع الماثيماتيكال مودلز واهميه الماثيماتيكال مودلز بتيجي في اللحظه ديت ان انا بستخدمها في التجارب لدراسه تاثير المواد الخطره دي اللي انا ما ينفعش اجرب فيها على الهيومنز. تمام؟ طيب بنستفيد من كده ايه بقى تاني؟ طالما كارسينوجينيك اتفقنا ان بيكون مين الشكل بتاعنا هو عباره عن لينير و تاثيره اي ات اني كونسنتريشن بيعمل بوز لايه للريسك. طيب هو الكيرف دوت مش ليه برضه سلوب؟ تمام، فمن هنا السلوب بتاعه او السلوب فاكتور هو اللي انا بستخدمه، بيعبر عن مين برضه؟ بيعبر عن التوكسيسيتي فاليو مالها؟ ذات كوانتيتيفلي نيرف تاني كوانتيتيفلي كميا ديفاينز ذا ريليشن شيب بتوين الدوز اند ريسبونس. تمام. طيب الجمله اللي تحت ديت انا هاجل استخدامها دلوقتي لان هي محتاجه برضه شرح ومحتاجه تركيز، هنخليها للمره اللي جايه ونربط بيها الكلام بتاع النهارده مع المره اللي جايه. طبعا احنا كان يهمني جدا ان انا اخلص باقي المحاضره، بس طبعا المناقشات انا بالنسبه لي مهمه جدا ومفيده جدا وبرده بتنشط الايه المحاضره وكلنا على اثرها بنفهم يعني
بنستفيد. فأنا هنوقف لغاية كده النهاردة، بس قبل ما نخلص المحاضرة بتاعتنا هستأذنكم لو في أي حد عنده سؤال أو استفسار قبل ما نخلص. اتفضل باشمهندس إبراهيم. هو أنا عندي بس إضافة، أنا سمعت المحاضرة الأولانية، أنا للأسف ما كنتش حاضرها، وكان في حد من الزملاء بيتكلم على حاجة اسمها الكوش بيبر، الكوشن. الكوش بيبر أو الكوش دايري، وإيه الفرق ما بينها وما بين الماتيريال سيفتي داتا شيت. فأنا عندي مظبوط صح. معلومة عن الموضوع ده، هي اتفضل. الكوش بيبر دي اختصار كوشن، ودي بتبقى مش مرتبطة بالكيميكالز، يعني مش بس كل الماتيريال، هي لأي حاجة، حتى لو حاجة ميكانيكال ليها هازارد فيزيكال، يعني افكت. ممكن تجرح حد أو كده، برضو بيبقى ليها الكوش دايري دي، بتتحط داخليا، الشركة هي اللي بتحطها، يعني في نظام ياباني اسمه الانتجريتي، كواليتي انتجريتي، بيعمل هو الشخص نفسه اللي بيتعامل مع الحاجه دي، بيعمل الكوش دايري دي عشان لو في حد غيره هيستخدمها يقدر ان هو ما يتاذاش منها يعني. وبيتكتب فيها ممتاز. معلومات مش تفصيليه، معلومات عامه يعني، عن سواء كانت كيميكال او حاجه فيزيكال يعني، وهي مش حاجه ستاندرد يعني، مش زي الماتيريال سيفتي داتا شيت، لو دورت على ماتيريال سيفتي داتا مظبوط. شيت لاي كيميكال هتلاقيها، هي لا بيبقى سبيسيفيك للشيء ده. بالظبط كده، ومخصوص كمان حتى للمكان ده، يعني ممكن يبقى الحاجة ايوه دي موجودة في كذا مكان في نفس الشركة، موجودة في المخزن مثلا وموجودة في الاوبريشن اريا، ففي الاوبريشن اريا هيبقى ليها يعني كوشنز، وفي المخزن ليها كوشنز تانية. بس ممتاز انا حبيت صح. بس اوضح والله احنا بنشكر حضرتك جدا، وفعلا يعني برضه ده بتعكس اهتمام، وفعلا هي ممكن تكون معدة او مادة كيميائية بتستخدم في نفس الشركة في اكتر من مكان، بس كل مكان بيكون ليها استخدام بطريقة معينة، فبالتبعية بنحط الانستراكشنز بتاعتها في المكان ده. ليه؟ عشان كل حد من الافراد اللي هيجي المكان ده هيلتزم بالمعايير دي والمواصفات ديت والحدود ديت لاستخدام المادة ديت او المعدة ديت في المكان ده. مظبوط صح. بنشكر. ومن اهم الحاجات برضو فيها ان هي لازم تبقى بلغه النيتفز اللي بيتعاملوا في المكان، يعني لو هي تمام. شركه في مصر لازم تبقى بالعربي، هيبقى مكتوب عليها الشروط التحذيريه او الورقه التحذيريه، لو في مكان في الهند هتبقى باللغه الهندي، يعني بلغه الناس اللي مظبوط بتتعامل بيها يعني. مظبوط، عشان نحقق منها الاستفادة او المرجو منها. بالظبط. ممتاز جدا. طيب حد عنده اي استفسار تاني او سؤال تاني او تعليق تاني في بخصوص المحاضرة النهاردة؟ طيب تمام. انا بشكر حضراتكم، وان شاء الله لينا لقاء باذن الله الاسبوع اللي جاي. بالنسبة لمحاضرة النهاردة، المحاضرات عند حضراتكم كلها على الجوجل كلاس روم. خلاص تمام. المحاضرة بتاعت النهاردة الفيديو، ان انا مسجل المحاضرة، ان شاء الله هرفعها لحضراتكم على برضو جوجل كلاس روم وانس ان هو انتهى الكونفيرجن بتاعها للفيديو. وان شاء الله نشوف حضراتكم بكل خير الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. وعليكم السلام ورحمة مع الله. سلامة الله. وعليكم السلام السلام. عليكم. شكرا يا دكتور. أنا اللي شاكر أفضالك. شكرا جدا باشمهندس أحمد، وشكرا على المثال الجميل اللي ختمنا بيه. شكرا. الله يسلمك، ومبروك فوز مصر. بجد هي كسبت النهاردة؟ كسبت 3 ما 3-0 هناك؟ 3-1. طب كويس، الله يبارك في عمرك. طب طب كل الزملاء بقى، ومعلش أنا كان والله نيتي ان انا يعني ارفع عنكم الحرج والناس تتفرج على المباراة ونرجع نكمل المحاضرة تاني، بس كده برضو يبقى كسبنا الاتنين الحمد لله. واشكر حضرتك واشكر اهتمامك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. سلام.